الاستاذ توفيق بره. اهلا اهلا يا توفيق. بيه هلا عباس. اهلا. شطان زهيره بعت لك تذكرتين دول عشان باريس. وايه المناسبه؟ شهر العسل. كتر الف خيرها، بس انا مش هسيب بيتي طول مده شهر العسل. راجع لها التذاكر وبلغها تحياتي. اوكي عباس، في موضوع عايز اكلمك فيه. انت عارف ان انا وعصمت عمرنا ما حبينا بعض، هي بس فلوس طنط زهيره كانت مغريه شويه، وانت عارف طنط زهيره كانت عايزه تجوزنا لبعض، وانا اي دونت كير يعني اي حاجه. مش عايز الموضوع ده يعمل بيننا وبعض حساسيات. اوكي، ومن النهارده تعتبرني صديق ليك ولعصمت. صديق ليا؟ اهلا وسهلا، مش هنسى انك انت ابن عمها. طب لو سمحت اقبل مني الهديه دي عشان نحس ان احنا عيله واحده. ماشي، مقبوله منك. دي شوكولاته بتتعمل في فرنسا مخصوص للعرسان في ليله جوازهم. طب وايه اللي دخل الشوكولاته في ليله الجواز يعني؟ ازاي؟ دي انرجي فظيعه عشان خاطر انت. اوكي؟ اوكي. يلا باي. باي. حبس. نعم. اشرب كوبايه شاي بعد الشوكولاته دي تدعي لي. باي. باي. بتاع. لو خد حته واحده هتكتم على نفسه وينام طول الليل، ده القتيل. يلا بقى بينا عبد الناصر. اوكي. وقال اكل واشرب وراها شاي ولا اقلبها بالشاي؟ الو. ما هو لازم تكون انت. نعم يا اسم مرزوق. ها، كلت البطارخ بتاعتي؟ عايزك تاكلها وتدعي لي ربنا يوفقك. ما تنقش يا مرزوق، وخلي الليله تعدي على خير. اكلت نص كيلو بطارخ مفجوعة؟ صحتك يا عندي كده. وكمان شربت الشاي؟ ايوه عصمت. اهلا يا حبيبي. عيني يا عمتي، يا بطني، العنتيل سمني يا عمتي، العنتيل سمني. طمني يا دكتور. واضح انها حالة تلبك معه جامد. ما هي لهفه بتاع نص كيلو بطارخ. تجيب لها الدواء ده دلوقتي، تاكل الاسبوع المسموح. حاضر. اتفضل. خير يا دكتور. بلاش موضوع المخدرات ده تاني، لانها تعبتها قوي. مخدرات؟ واضح ان المدام واخده كميه كبيره قوي من المخدرات. على العموم اطمن، الموضوع ده هيفضل سر بينا. مبروك يا عريس. ايه الاخبار؟ نقلوا العنتيل ده المستشفى؟ دي عصمت اللي كانوا حيللوها المستشفى، لولا ربنا ستر وانقذناها في اخر لحظه. هي ايه، كانت شوكولاته ولا ايه؟ شوكولاته ايه؟ الشوكولاته اللي مليانه مخدرات. مخدرات؟ مخدرات ايه؟ حضرتك بعتيه توفيق امبارح بتذاكر السفر. قدم لي حضرته علبه شوكولاته بمناسبه جوازي. النهارده الدكتور اكد لي ان عصمت كان ممكن تموت فيها نتيجه اكلها للشوكولاته دي. صحيح الكلام ده يا توفيق؟ ما تصدقيهوش يا طنط، ده كذاب.
ده عامل كل الحكايه دي عشان يخلص من عصمت، دي لازم تطلق حالا. شوف يا توفيق، انا كان ممكن اقدم فيك بلاغ للنيابه واتهمك بقتل عصمت بنت عمك، لكن عشان احنا بقينا قرايب هفوت لك المره دي. لكن قسما عظما لو عملت حاجه تانية او هوبت ناحيه بيتي انا مش هحلف، مش هقول لك انا هعمل ايه. اوكي ها؟ انت كده انت تعمل حاجه زي دي؟ لازم اتجنن يا طنط لما يجي واحد زي ده ويخطف عصمت من البيت، حاجه تقرف. صحيح، شوف يا توفيق، مين النهارده حسك عينك انك تهوب ناحيه عصمت؟ اه دي بعد في عصمت راجل راجل. الوجع فين؟ هنا؟ هنا؟ امال فين؟ مش عارف. طب بلاش عندي يا بنت الناس واجيب لك الدكتور احسن. انت مش عايزني اخف، انت اكيد عايز تنتقم مني وتموتني. ده انا الشخص الوحيد اللي يهمني انك ما تموتيش. ليه؟ بتحبني؟ لا مش مسألة حب. امال مسألة ايه؟ انك تأدي واجبك كزوجة وتخليني اخف. هو انا في ايدي ايه اقدر اعمله؟ خلي الدكتوره مارجريت تقول لك تعملي ايه. مين الدكتوره مارجريت دي يا ستي؟ الدكتوره اللي بتعالجني واكدت لي ان انا هخف على ايد الست اللي انا هتجوزها. من فضلك، احنا ما اتفقناش على الكلام الفارغ ده. كلام فارغ؟ وانا متجوزك ليه؟ عشان نلعب مع بعض كوتشينه؟ انا ما وافقتش على الجوازه دي لما اكدوا لي اننا هنبقى زي الاخوات. اخوات؟ انا مش ناقص اخوات. امسك الكلب عشان اكلم معاك. فندم عايز انت كمان. ما تحاولش تغزي العين، باين عليك نعمه الجواز. اكيد البطارخ بتاعتي عملت عمايلها. فعلا عملت عمايلها. ابعت لك نص كيلو تاني؟ انا في عرضك كفايه اللي حصل لي بسبب البطارخ بتاعتك دي. يبقى سويت الهوايه لعبس. وانا كنت دقتها عصمت اللي كانتها كلها. يبقى وريتك الجنه ونعيمها. فعلا وريتني الجنه ونعيمها. البنت حصل لها تلبك معوي. يا راجل يا راجل ارحمني بقى، كفايه انا حلقها منك ولا بالتوفيق ولا منها. يلا حضر. طيب مش هعلي صوتي اكتر من كده. اسمع يا توفيق، لعبة الشوكولاتة انا اللي كنت هتدبس فيها. ها انت لازم تبطلي تفاصيل. اسمعي بقى، عشان ينفذ الخطة اللي اتفقنا عليها لازم تقنعي سبتاع اللي عندك ده انك تاخديه وتخرجي بيه بره البيت، وسيبي بقى الباقي عليا. عينة توفيق، حجزتيلي تذكرتين باريس؟ ايوه 17 و 18. لا فيزا كارد.